دانا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة العوامرة التابعة لتراب إقليم العرائش. إذا كنحيو جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر والحصري. كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. متابعين الأوفياء، معنا موضوع اللي هو موضوع مهم، مدينة عفوا جماعة العوامرة. كانوا الناس احتجوا مؤخرا حول واحد العضو في جماعة العوامرة، كيحتجوا قالوا بأنه كيعرقل أو عرقل وما باغيش الطريق تعدل. للأسف الشديد العضو أكيد أنه غادي يخرج التصريح وحق من حقه أنه يرد عليهم، على حسب ما سمعت منه، على حسب التفاصيل اللي قال بأن كاين صراعات. للأسف الشديد كاين صراعات وبالفرح عليه أنها تعدل الطريق، مع العلم بأنه ديك الطريق كيدوز منها في الصباح وفي العشية. اذا نخليو العضو الحاج يشرح لنا ويعطينا الجديد ديال هذه القضيه دي. تفضل الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. من برحمة السعيد دوار بن حمص ميدما جماعه عمره. برحمة السعيد عنده 38 سنه في المجلس و20 سنه وانا النائب رئيس والنائب الثاني ديال الغرفه في الاحياء جهة طنجة تطوان. أنا هذاك الدوار ديالي كان هبط ليه الصباح والعشية، وجمعت واحد متطفلين واحد جوج ولا ثلاثة وجابوا تما وداروا وقفة احتجاجية. ديك الساعات كانت هنا عندنا الدورة ديال المجلس. هذيك الدورة ديال المجلس هاد النقطة اللي كيعملوا لنا هاد الناس ديال الملكية، هاد تسعود الناس هادي ترفضت ثلاثة الخطرات. جا واحد السيد سميتو بوسلام السوداني وقال لهم حنا ما درناش هاد النقطة التالتة، هاد الخطرة في الدورة التالتة درنا نشوفو مع برحمة السعيد تصلح الطريق ومن رسول أحمد ولا الجيلاني ولا قدور. كانت عريضة راه غندوز على حساب العرض ديالها، كانت ضيقة راه غندوز على حساب التضييق ديالها. السيد الرئيس رفض التصويت، ما بغاش يصوت، ما بغاش يدوز لها التصويت. هذا الرئيس، هذا رئيس المجلس، لان هذاك رئيس المجلس ذاك السيد سمح في الاعضاء الرئيس وسمح في المكتب وسمح في الحاس الاستاذ الصمودي وسمح في السيده الزوجه ديالو مساوي، وبقى شاد هذاك السيد اللي كيدير التخلف في الدوار ديالي. انا ما كنسميش، راه معروف. بقاو الاعضاء مصممين على هذيك النقطه غادي نصوتوا عليها ونرفضوها. واتفقت انا معاهم قلت لهم هذه النقطه احنا غنرفضوها، الاعضاء الاخوان ديالي هما غادي يرفضوها، ولكن الى جات على الطريق تصلح ما نقيسو حتى واحد ونصلحوها. كان جات الشتاء وهبطت انا للدوار ديالي وطلبت حاج بن حمدان، عيطت نهار الاربعاء قلت والله يخلي خصني واحد 30 او 40 فيال ديال الرمله. حاج بن حمدان هو مع الثمانيه، 8 الصباح 8 العشيه، العشيه اييه، هو مع الثمانيه يشوف فين ينزل الرمله. قلت له الحاج انا نكري انا نجيب تراكس، قال لي ما تجيب لا تراكس لا والو، انا ندير الخيط والدوار والدوار ديالك. تعرضوا لهذوك جوج الناس المتطفلين اللي كانوا واقفين، ما بغاوش انه يحط ما بغاوش يرفضوا له، قالوا تمشي بحالك، فاذا بها انك تعالج السلطه. كيفاش قالوا له تمشي بحالك؟ واش تهجموا عليه ولا شنو؟ اه قالوا له ما تجيش هنا، حنا عندنا جوج المحكمه مع ذاك السيد وما غاد ما غادي تصلح. القائد انا خابره اللي مقدمه الشيخ، انا خابرهم باللي السيد راه غيجي غدا غينزل الطريق يصلحوا الدوار، وهذوك جوج الناس جاوا رفضوا. والسيد عيط لي في 8 ونص حاج بن حمدان قال لي يا بالرحمه الله يخليك، تما كاين شي مشكل مع هاد جوج ناس ورجعوا تعرضوا عليا وقالوا لي الا جيتي راه حنا غنفكرسوا على الكلام ديالك، خصك تمشي بحال. انا موافق نصلحوا الطريق ولكن ما كاينش نزع الملكيه، وراه دوزنا الدوره الاولى والثانيه والثالثه، السيد خصو ينتقم مني انا باش يكسب الاصوات ويدوز لي فوق الكلمه ديالي. هذه هي الاسباب.
والسلام عليكم. إذن متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة العوامرة التابعة لتراب إقليم العرائش. كنحيي جميع المشاهدين وكنتمنى أن رسالة السيدة هذه تكون وصلت للعموم والميساج ديالو يكون وصل للجهات المختصة، وتحياتي للجميع.